الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. طبتم وطاب لقاؤكم وتبوأتم من جنة الله منزلا. بإذن الله تبارك وتعالى هذا اللقاء عن تفسير حلم الماعز المذبوح في المنام للإمام العلامة محمد ابن سيرين طيب الله ثراه. ما تنسوناش بلايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، وجزاكم الله عز وجل عنا كل خير. رؤية ذبح الماعز في المنام علامة على الخير الوفير القادم لصاحب الرؤية. حلم الرجل أنه قد ذبح الماعز في المنام دليل على تخلصه من الديون والأموال التي كانت تتراكم عليه. عند رؤية الشخص أنه ذبح الماعز ويوزع اللحم علامة على موت رجل كبير في السن من أقاربهم. حلم ذبح الماعز داخل البيت في المنام إشارة إلى سفر أحد أفراد العائلة قريبا. رؤية الماعز الأسود الصغير في المنام علامة على حمل الزوجة بطفل قريب في الأيام المقبلة. عند رؤية الرجل أنه ذبح ماعز أسود صغير أمام بيته إشارة إلى زواج ابنته أو أخته المسؤول عنها. حلم الماعز الأسود في المنام دليل على أن صاحب الحلم له شخصية قوية للغاية. تدل رؤية الماعز الأسود في الحلم علامة على الفقر بعد الغنى والشعور بالضيق الشديد خلال تلك الفترة. من يرى في المنام أن الماعز تعضه في الحلم علامة على المشاكل والخلافات الكثيرة التي تحدث بينه وبين أهله. حلم الرجل أن هناك ماعز تعضه في المنام علامة على الخلافات الكثيرة مع شريكه في العمل. تدل رؤية عضة الماعز في المنام إشارة إلى التوبيخ والإهانات التي يتعرض إليها صاحب الرؤية. حلم عضة الماعز في المنام دليل على المنفعة الكثيرة التي تحدث عليه خلال تلك الفترة، والله أعلى وأعلم. تدل رؤية وجود ماعز يتكلم في المنام علامة على المعاصي التي يقوم بها صاحب الرؤية وعليه التوقف عنها. حلم الماعز يتكلم في المنام إشارة إلى الأشياء السيئة التي تحدث في حياة صاحب الرؤية تلك الفترة. من يرى في المنام أن هناك ماعز يتكلم في الحلم دليل على الأزمات والمشاكل التي يمر بها صاحب الرؤية. تدل رؤية الماعز يتكلم في المنام إشارة إلى المشاكل والمعادن التي يعاني منها صاحب الحلم خلال تلك الأيام، والله أعلى وأعلم. أيها الأحبة الكرام، ما فيش يعني شيء عجيب أن الماعز يتكلم، دي عامة في الرؤية وفي الحقيقة من علامات الساعة وكمان الصغرى مش الكبرى، أن السباع تكلم الإنس يعني الوحوش الأيام الجاية إن شاء الله، وده لسه هتحصل ودي من علامات الساعة. ما تنسوناش بلايك والاشتراك في القناة، وجزاكم الله خيرا، ولا تنسوا ذكر الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تنسوا قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة مكتوبة وقبل النوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا الله.